السلام عليكم. اليوم نروحوا نتكلموا على المحطه الجديده اللي يعني الاشغال تقرب من النهايه نتاعها، ورانا في المرحله الاخيره من المشروع هذا تاع المحطه نتاع متعدده الانماط ستاسيون ملتي مودال في منطقه بيرخادم، بين بيرخادم وبير مونترايس، وتقع في منطقه استراتيجيه وتشمل عده انماط نتاع النقل. بقات النمط الاخير وهو النمط نتاع التراموي اللي المفروض يكون فيه كاين مشروع نتاع ربط المحطه هذه بخط ترامبين انطلاقا من محطه المعدومين بمنطقه العناصر، منطقه حسين داي. اذا من هذه المحطه نتاع ما يسمى محطه المعدومين سوف نربط هذا المحطه على امتداد حوالي 2 أو 3 كيلومترات، ومع ذلك فالمحطه هذه تعتبر اضافه اكيده سوف تسهل حركه المرور تاع المسافرين، وان شاء الله تكون خدمات نتاع المحطه في عند حسن ظن المستخدمين. وللعلم انه فيه 3 محطات من هذا النوع سوف تنشا على وسط وغرب وشرق مدينه الجزائر العاصمة، وهذه تقع في غرب المدينة، وسوف توصل إلى يعني الاتجاهات باتجاه الغرب الجزائري، وهران وبوليدة وتيبازا، إذن لتمد المسافات الكبيرة. إذن إن شاء الله الأشغال هذه تنتهي في أقرب الآجال، لأنه الأشغال نتاع المشروع هذا طول ودار تأخرات كثيرة لعدة سنوات، يعني أكثر من 10 سنوات تاع التأخر. إن شاء الله المشروع هذا ينتهي في أقرب الآجال وتكون فيه مشاريع أخرى في مدن أخرى للوطن. نترككم تتابعون، والسلام عليكم.